مشيت مازال مستمره من بين اكوا وان جي بالارينا نتاعو، ولكن يبدو انه ام جي ولي فيس بو انجيج في الفوت سايت. شوف الدمج من طرف الجينكس ممكن يكون ذكاء فعلا ميك فضي صعب جدا. فيرست بلود ماخوذ من طرف وان مور من طرف بيبو بهذه الجينكس نتاعو انسين صراحه. ميك ما احترمش ولا شويه هذا السي سي وهذا الدمج اللي ممكن يسال من طرف انسور وبيبو الان يتقدمون. هذا الديوز فرنسي في البوت سايد، سي سي موجود على النوتش فضي صعب جدا. سلوت يحاول الصمود، التريت شوت موجود على انسور ما ماتش، والفوليبر ياخذ الكلب فلاش اوت غير كلا غير كافي. حدثني عليه شويه ادم الصراحه، من يفوز به حقا يعني؟ انت بين توب وتعرف هذا الماتش والتي اقل ذلك الانجاج موجود في وسط من طرف انسور فلاش من طرف ميميك، ولكن وانس اجين ميميك في البوزيشن الغريبه اللي كان فيها هو اللي فيش تشيكن ما يحترمش اي سي سي ولا اي انجيج بوتنشال من طرف المور. بيبو كان قبل ذلك انجيج موجود هوكم تجيد من طرف الوسط نوتيوس اجابه بيرين ماكريس من طرف انسور. الدمج موجود على ميميك من جهه اخرى بيبو ما فيش لي ممكن يوقفوا الفلاش اوت موجود من طرف الوسط ميميك بيبو بالالتيميت لكن ماخوذ اكسايتد الجينكس يرجع لورا من جهه اخرى فلاش من طرف انسور. الدفاع الاي دي سي نتاعو التيميت اوت من طرف فو على انسور يعادلها يخليها 1 فور 1، ولكن في نفس الوقت اكوا يحاول يجي يعمل جانك في التوب سايد. يا كنت فيها جانك موجود على الكاسانتي وفوفو دي صعبه جدا، ولكن نشوف الدمج الطالع على هيرو مباشره من طرف الاستاذ وفو شميد جدا. هيرو بالالتيميت اوت نتاعو فولي بير الان في صوره نوك اب من طرف هيرو على وفوفو دي صعبه جدا يحاول الصمود بالكاسانتي كان ممكن ياخذ الكيل على هيرو. مرات كلها وها هو سلوت يتقدم على هيرو اللي فضي صعبه جدا غيكون في ال1 في 3 يحاول الالتيميت نتاعو ضايع على ام جي مباشره من الاخرى. سلوت غيكون موجود لكن ستيفان بالالتيميت غيكون كمان موجود، غتكون فيها شوك ويف ربما موجوده على الاستاذ هيرو. شوف الدمج الطالع عليه من طرف ام جي وحش بالاوريانا نتاعو الان يتقدموا على فريق وان مور انسور فيري لو التيميت الفولي بير ان سلوت يستعمل الفلاش نتاعو الاخرى. ميميك الان موجود في الصوره يقوم ببعض الدامج على الباك لاين يخلي اكوا وبيبو راجعين لوراء. الجينكس غير عند الرينج الكافي للقيام بدي بي اس دبل كيل ماخوذ من طرف الاوريانا 3-4-0 لفائده تويستد مايند. يا خلاص فريق تويستد مايند بطريقهم لفوز هذه المباراه بطريقهم لحصولهم على الفوز الخامس وتعادلهم مع فريق انوبس الان يقدروا يتخلصوا من هذا الانهبيتر بالميد لين. عاملين اجنور للويف في التوب سايد، عاملين اجنور للويف اللي بتتحرك بالبوت سايد ويحاولوا يخلصوا هذه المباراه. الان عندهم البارن باف، عندهم كل شيء، هيرو يحاول يوقفهم، هيرو يكون البطل ولكن بدون اي فائده يا رايزور. يا صعيب الظروف لحد الان 3 في 5 هوك موجود من طرف السلوت على من على هيرو فيري تانكي بهذا اليوني، ولكن من جهه اخرى التلت كلها ضاعت. بيبو فيري لو لازم يرجع للبيز، هيرو من جهه اخرى مازال يحاول الصمود يقتل وفو. ستيفان بالفوكس مباشره على النكسس وغتكون هذه النهايه. جي جيز لفريق تويستد مايندز.